باطل. أن تخالية باطل. أن تسكت شعبك باطل. أن تسكت شعبك باطل. باطل 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 دكتاتورية باطل دكتاتورية باطل فاشل الدولة باطل فاشل الدولة باطل قمع الشباب باطل قمع الشباب باطل ارعاب الشارع باطل ارعاب الشارع باطل قيد واغلال باطل قيد واغلال باطل ارهاب الدولة باطل ارهاب الدولة باطل الدخانية باطل الدخانية باطل باطل أن تسكت شعبك باطل خطفك يا محمد باطل خطفك يا محمد باطل خطفك يا محمد باطل 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 ارهاب الدولة باطل ارهاب الدولة باطل الدخانية باطل الدخانية باطل أن تسكت شعبك باطل أن تسكت شعبك باطل أن تسكت شعبك باطل خطفك يا محمد باطل خطفك يا محمد باطل خطفك يا محمد باطل ما يسكي صوت الثوار 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 محمد حروه نحرار نعلم بأن الأمور في العراق ليس لها استقرار وهدوء نسبيا، ففي الفترة الأخيرة طالت الناشطين الشباب عملية الاختطاف والقتل، وهذا من واجب الحكومة بتوفير الحماية للناشطين، ولا يتذرعون بأنه يوجد هناك طرف ثالث يقوم بهذه الأعمال، وإنما يعرفون بصورة كاملة المندسين والطرف الثالث والميليشيات التي تقوم بهذه الأعمال. وعلى سبيل المثال يعني طالت في الأسبوع الماضي كثير من الناشطين المدنيين بالاختطاف والاعتقال وحتى وصلت إلى القتل. وأما اليوم الذي تجمعنا بأجله هو اختطاف الناشط محمد العبودي، لأنه كان شاب نشطا ويداعي عن حياة الجماهير لتوفير الحياة الكريمة بصورة عامة للشعب العراقي، إذ نحمل مسؤولية القطعات الأمنية بسلامته وإطلاق سراحه فورا. هذه الوقفة من خلال وكالتكم نريد نوصل نداء إلى الخاطفين ونقول إحنا هنا ثوار ساحة التحرير ومن خيمة ثوار التحرير اللي هو كان فيها واللي هو توجه راح يشوف ابنه. أنا أقول هذا الخاطف ما عنده ابن ما عنده أم ما عنده أخوت ما عنده أخ لحتى يسوي، هو مو عراقي هو مو وطني، هو ما يريد رصيف مبلط، هو ما يريد حديقة، هو ما يريد مرجحة للأطفال. إحنا ما مسوين ذنب، هو محمد ما مرتكب ذنب، لا هو عند لا سارق لا معتدي على سيادة الوطن لا قاصف أحد لا متجاوز على الدولة. إحنا كل ما هنالك
طالعين للنادي بوطن حر بدون اجتياح بدون بسيادة كاملة بخدمات. وإذا كل واحد يطالب بخدمات يأكل خبز أو يريد يتوظف أو يريد يعيش أو يريد عنده سكن مثل العالم والناس أو عنده أبسط شيء أبسط شيء عنده تواليت نظيف ببيته يطلع يعني ينخطف شيء ما صاير بالعالم. هذا الشيء ما صاير بالعالم وإحنا ما متجاوزين على الدولة. احنا ما متجاوزين على الدولة ومحمد ما تجاوز على الدولة. شاب من هالشباب عنده طموح بأن يكون في يعيش في وطن سالم غانم بصحة بضمان بعيش كريم كل ما هنالك. إذا هذني بيهن استباحة للوطن وتجاوز على سيادة القانون والدولة وحدود البلد والله نشوف. فإحنا شنو اللي ارتكبه هذا وقبله شابات وشباب؟ هذا اللي يخطف ما عنده ضمير. فإحنا نتوجه لأصحاب الضمير أنه هذا الشاب وشباب آخرين يعني جريمة. هاي جريمة بحق كل إنسان يريد وطن. فإحنا كل ما إحنا نريد استرجاع العراق نازلين ناخذ حقنا برصيف وحديقة. ما يسكي صوت التحرير ما يسكي صوت التحرير ما يسكي صوت التحرير واللي دردونا ما يصير واللي دردونا ما يصير ما يسكي صوت الثوار ما يسكي صوت الثوار ما يسكي صوت الثوار محمد حروح نحرار محمد حروح نحرار حد يشاف بس خليك على الحقيقة وقفة تضامنية اليوم من أجل إطلاق سراح الناشط المدني محمد فاضل. هذا المواطن اللي شاف من مصلحته أن يقف مع أخوانه في ساحة التحرير أو أبناء شعبه في ساحة التحرير للمطالبة بحقوق أبناء الشعب العراقي المطالبين بالعيش الكريم والحياة الحرة والقضاء على الفساد وكل التفاصيل اللي من شأنها وضع البلد على السكة الصحيحة. أما يتعرض المواطنون من محمد فاضل وأمثال محمد فاضل الآخرين إلى عمليات خطوف وعمليات ابتزاز. احنا اليوم واقفين من اجل هذا الموضوع من اجل ان ما يتعرض اي مواطن عراقي الى عملية اختطاف او ابتزاز او تعرض الى تعذيب او مصادرة حياته لمجرد انه يطالب بحق مشروع حال اي مواطن عراقي. اليوم معظم الشباب العراقيين يرفعون شعار نازل اخذ حقي. اليوم في ظل هذا المعترك اللي تجاذب العراق كثير من الحالات والتي هي ابرزها قضية العمليات اللي تقوم بها الجهات المنفلتة، نطالب الدولة العراقية بوضع حد لمثل هذه التصرفات التي في أكثر الحالات تؤدي إلى تصفية حياة هؤلاء المواطنين. الاحتجاج التظاهر كفل الدستور، لذلك لا يمكن للدولة أن تقف ساكتة أمام هذا الانفلات اللي يحاول أن يصادر حق المواطن بالتظاهر أو الاحتجاج. محمد حروح نحرار محمد حروح نحرار محمد حروح نحرار.
صراحة هي وقفة العراق الخيرين الطيبين اللي هم اللي اصدقاء وجيرانه واللي هم اللي طالعين بالمظاهرات واللي عندهم حقوق حالهم حال محمد، يعني هم كثير خطفوا قبل محمد وجوز احنا بعد محمد نصير من الخطف، بس ليش نخطف محمد؟ سؤال الى الجهات المعنيه، ليش خطفت محمد؟ محمد بمدينه الثوره بمدينه الصدر مثل ما يقولون، محمد ابن الطبقه الفقيره، محمد ما عنده مخدرات ولا عنده سلاح كاتم ولا عنده عبوه، محمد نايم بالخيمه بالتحرير يطالب بحقوق الفقراء حاله حال اخرين وحاله حال من حالي. اطلقوا صراحة محمد، محمد يدور تعيين ترى، يدور عيشة كريمة، يدور حياة كريمة، يدور وطن آمن، وطن مستقر، عدم منتهك سيادة الوطن. محمد يدور على الشباب اللي وياه يتزوجون يعيشون حياتهم، ما طالعين بطار، ما طالعين يعني متعرض إلى كاتم ومتعرض إلى عبوة ومتعرض إلى برد وحر وانتقاد وكذا، لا. انتم شوفوا الازمات اللي سويتوها بالبلد وخليتوا محمد وغير محمد يطلع، ليش هو يطلع؟ ما مطالب منكم فد شيء، صراعاتكم ايش سوت بينا؟ شوف هسه الصواريخ فوق روسنا، ناس توقع بالكراده وناس ما ادري وين توقع. محمد وقعها؟ محمد وقع صواريخ على الكراده على بيوت الكراده؟ خلينا نكون صريحين، محمد ولد خلوق مهذب، يجوز انتم تضجون من المهذب والخلوق ما اعرف يعني مع احتراماتي لكم، غصبا عليهم يطلقون صراحه غصبا لان ابن بلدهم مو غريب، ما شايل عبوه، لو شايل عبوه اقول لهم لا اخذوه، لو شايل كاتم اقول لهم اخذوه، شايل صوته، شايل صوته وشايل روحه اللي طالب بالوطن. محمد عمره جزء 40 ممكن شو اللي يعيش؟ محمد طالب مستقبل الأطفال. نطالب بالكشف عن المغيب الناشط محمد فاضل، هذا الشاب الخلوق الحر، شاعر وشاب عراقي حاله حلم بوطن يسود المحبة يسود الأمن يسود السلام. هو سؤال بسيط وشفاف لكل من سولت له نفسه باختطافه وتغييبه، شنو الحكمة من أن تخطف ابن بلدك؟ شنو اللي الذنب اللي جناه محمد حتى يغيب؟ احنا ابناء وطن واحد، الصراعات الخارجية يجب ان توحدنا مو تفرق بيناتنا. اتصور محمد يعني ما هدد سيادة العراق ولا هدد امنه، بالعكس كان يحلم ببلد امن، وطن سود المحبة السلام الحرية المساواة. فهذا مثل هذا الشباب لازم نرفع صورهم عاليا، نباهي به الأمم، نفتخر بهم، ضد التحزب، ضد العصابات، ضد القتل، ضد الإجرام، فهذا الشاب يستحق الحياة. تظاهراتنا إصلاح
2011 لحد اللحظة، ولكن بالفترة الأخيرة بدت ماكو أمل بالتغيير، فبدينا نقول بأنه يجب تغيير العملية السياسية، وجوه اللي هي يعني مثل ما تقول ما قدمت شيء خلال 16 سنة. فهؤلاء هم الناس السلميين، هؤلاء الشباب اللي هم رادوا يبنون بلد بشكل صحيح، لن يمتلكون غير العلم والهتافات لا أكثر ولا أقل. ولكن لماذا هذا الخطف ولماذا هذا القتل؟ بين يوم ويوم احنا نحس بأنه أكو شاب مخطوف، بين يوم ويوم أكو شابة مخطوفة. هل هو هذا الأسلوب؟ هذا أسلوب الجبناء طبعا للأسف. ولكن احنا نقول بأنه إذا محمد يأخذوا أكو ألف محمد، وإذا يأخذون فلانة أكو ألف فلانة. العراق ولاد، العراق بكل طاقات، احنا ما نريد غير أنه بناء هالوطن، بناء دولة العدالة الاجتماعية. لا نمتلك غير العلم، لا نمتلك غير شعارنا هو حب الوطن. ما عندنا أي دعم، ما عندنا غير دعم هالأرض هاي اللي احنا موجودين بها. ولكن أنه تختطفون شباب وما نعرف شنو هو، وتقولون الطرف الثالث، أنتم مسؤولين، القوات الأمنية هي مسؤولة عن معرفة من هو الطرف الثالث. احنا نطالب الحكومة ولا نناشدها بحماية أبنائنا. يجب إرجاع هؤلاء الشباب ومن ضمنهم محمد. محمد قدم حياته كلها إلى هذا البلد. خرجنا اليوم بسبب اختطاف احد الناشطين البارزين في ساحة التحرير، ناشط مدني محمد فاضل العبودي، وهاي نعتبرها اجراءات هي منافية للدستور وحرية التعبير عن الرأي. واعتقد انه بدون ان تقف الجماهير ودون ان تقف الناس بالضد من هذه الاجراءات القمعية التي هي بالضد من جميع ما ناضل من أجل الشعب العراقي، من أجل الحرية والديمقراطية، فإحنا هذه الوقفة نؤكد ونعزز أنه يجب أن ترسخ الجانب الديمقراطي، وأنه هذه من حرية الشعب، وهذه قدم الشعب من أجلها تضحيات كثيرة وكبيرة، فيجب أن ترسخ، وهذه أعمال مدانة ويجب أن يقف بالضد من عدها. والله احنا عندنا اليوم احد المتظاهرين اللي هو بساحة التحرير من 1/10 لحد الان يطالب، شاب يطالب بحقوقه، يريد حياة كريمة، يريد عيشة زينة، تعليم زين، صحة زينة، بس يعني وكل ما هنالك هو هاي مطالبنا ومطالب كل الشباب. لكن مع الأسف يعني اختطف قبل يومين، طلع من التحرير اختطف. يعني أي واحد يطلع من التحرير ما يأمن عن نفسه، ما يشوف نفسه إلا مخطوف. ليش ما تعرفين ليش؟ يعني هو شو مسوي؟ مجرد إنسان يطالب بحقه، وحق من حقوق الدستور اللي الدستور عندنا إحنا، التظاهر حق من حقوق الدستور. يعني ليش دا يخطفوهم؟ ما نعرف شنو السبب. لو يعرفون شنو سببهم ما حد يفتهم يعني. فهاي كل مطالبنا، واحنا اليوم طلعنا على منتهى التظاهر. طبعا المطالب اللي تحدث عنها هي مطالب شعب، وهذا الشعب يعني هو الكتلة الأكبر وهو القوة الأكبر وهو كل شيء. ف
فإحنا من ندعي بالحرية ونضطهد الشعب وندمر الشعب وندمر المؤسسات ونتخندق في أجندات معينة بعيدة عن البلاد وبعيدة عن الوطن وهم الوطن، كل هذا إحنا يعني نرفض جملة وتفصيلة. وقف احتجاجية على من أجل شاب ناشط مدني يعني عنده تطلع وعنده وعي وعنده مساحة من أجل الحياة ومن أجل الحرية ومن أجل الوطن. شاب سلمي كل شيء ما بيده غير أنه الورقة فقط. من أجل هذا خرجنا، فلذلك غيب صار له يومين ونص وما نعرف شنو مصيره أين هو. فلذلك إحنا نخرج يعني هو هم لهم من شباب وهم من الناس وهم كل ما يجري في البلد، ونتأمل من الشرفاء والطيبين والجيدين في الداخل والخارج أن يكون صوتهم مع هذا الشعب المظلوم والمجروح. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي الوقفة على اعتقال احد اصدقائنا اللي متواجدين من 11 بساحة التحرير، رجل وطني شجاع من شبابنا المثقفين الواعين اللي مثل صوتنا باكثر من قناة تلفزيونية، ومثل المتظاهر السلمي اللي ما حرض على شيء بحرق او اعتصام داخل باب الوزارات كان يمنع انه شبابنا يروحون. رجل سلمي وتحدد، هو تحدد مكانه انه هو بامن المطار، وعلى اساس انه قالوا 3 ايام ويطلع. هاي الوقفه الاحتجاجيه هي الحقيقه بشكل خاص لاختطاف زميلنا وصديقنا محمد فاضل أحد ناشطي ساحة الاحتجاج، وهو من الناشطين المعروفين. ولم تقتصر هذه الوقفة على محمد وإنما على جميع المختطفين سواء في بغداد أو في المحافظات الأخرى. فبالتالي إذا يعتقدون أنه عملية الاختطاف رح يعني تقلل من عزيمتنا على صمودنا في ساحة الاحتجاج فهم واهمون واهمين واهمون. كيفما يقال المسألة، الشعب مصدر السلطات، الشعب أقوى من الطغاة. اختطاف الناشط محمد فاضل سوف لا يعجز من صمود المنتفضين والبقاء على مطالبهم، لأن الرجل خرج من أجل وطن، من أجل شعب، من أجل قضية. إذا اعتقلوا محمد أو اختطفوه من الشارع أو أي تعرض لأي اعتداء فالشعب ولات سينجب أكثر من محمد. محمد جزء من حركة شعبية، ليس جزء من لا شيء، جزء من حركة جماهير وحركة الشباب. محمد بطل وصامد، وسيتحقق بجهود الشباب كل مطالب الشعب في دولة مدنية، دولة مواطنة تستعيد كرامة المواطن العراقي، دولة عدالة اجتماعية، دولة مساواة، لا دولة عصابات ولا دولة من يختطف دون مساءلة قانونية. الشعب فوق القانون، الشعب فوق السلطات، الشعب هو السلطة، وستكون هناك محكمة لكل زمر الفساد ولكل رموز السلطة الفاسدة التي أذاقت الشعب الأمرين منذ 2003 لحد الآن. قالوا
هذا التجمع وقفة احتجاجية على السلطات الأمنية اللي ما تحمي أبنائها. شاب عراقي طالب بحقه وهذا حق مكفول بالدستور وطلع يدافع حال زملاء اللي بعمره يدافعون عن حقوقهم المسلوبة. اختطف من قريب على ساحة التحرير وما يعلمون وين مختطف، قتلوه وين ودوه، ودان طالب لانه الوحيد الاهله وامه دا تموت. اضيف الى انه هو ابن الوطن، احنا مو بس على امه، احنا بنريده لان ابن العراق يعني قائم بواجباته كمواطن وطلع يدافع عن حقه الدستوري ان يريد وطن، من حقه يريد وطن. بس وطن هسه الشرطة يقول هاي فوضى، البلد كله فوضى بس احنا فوضى، فاحنا نريد عراق ما بي فوضى، نريد وطن محترم. ما نطلع ندافع عن مخطوف، ما نقبل. لا هاي هي عن كل المساوئ اللي سوتها الدولة ويا الشباب اللي اختطفتهم والقتلتهم والغيبتهم والمنعتهم، بس هذا كرمز الآن. واحنا كلهم رموز شعب العراق، 600 شاب و25 ألف جريح. دولتي ايش؟ حكومتي ايش؟ المن نسأل والمن؟ فهاي اللي نقدر عليه سلمي، جينا سوينا هاي، بس احنا ممكن نسوي الأكثر بس بشكل سلمي، لأن احنا وطننا هو ما نريد نخربه، بس نريد نوصل صوتنا للعالم نقول هذول مخترقين حقوق الإنسان وساءوا للإنسانية. يعني الوقفة الاحتجاجية مثل ما تشوفون أحد الشباب اللي طامح أن يكون يحصل وطن، شباب اللي طامح أن تتحقق مطالب هذه هؤلاء المتظاهرين في كل أنحاء العراق. هذا الشاب أخذوه اختطفوه هو خارج من ساحة التحرير، وإحنا نعرفه كل زين، نعرفه كإنسان مناضل متواضع مستقيم، فلذلك وقفنا وياه ونطالب إطلاق سراحه وتحريره من هذا الاختطاف. والدتع يا رضوان، والدتع يا رضوان، والدتع يا رضوان.